من الجهة الأخرى المقابلة لبرناور شتخاسة، هذا الشارع اسمه برناور شتخاسة، يعني شارع برناور، وهاي البقايا مال جدار. لحد الآن الكثير من الناس يقطعون قطع من الجدار للاحتفاظ بها للذكرى. لو تشوفون هنا الجدار حاليا سليم ما بيشي، مجرد هنا كم قطعة ساقطة ومأخوذة، لكن لو تلاحظون الجدار القادم اللي راح نمر من يمه تقريبا يعني كثير من القطع مأخوذة من عنده. مرة ثانية أحب أنوه هالشي، إنه هنا لكل شيء موجود، يعني يحافظون عليه كذكرى من الزوال ليتذكرهم بالمستقبل أو حتى للأجيال القادمة. لو تلاحظون هنا اللي نوهت عليه قبل قليل، حتى الحديد يعني بارز للعيان من كثر الضرب على الحائط وأخذ قطعة من عنده. شكرا لكم، شكرا لمشاهدة الفيديو، و المرة القادمة فيديوهات أخرى عن واقع برلين، عن قصة برلين وأحداث اللي رافقت الحرب العالمية الأولى والثانية، مرورا بسقوط جدار برلين حتى الاتحاد. تحياتي لكم، ومرة أخرى شكرا لكم، مع السلامة.